مثل ما استقال سيد ناجي الناجي ومثل ما استقال علي طالب اللي أنا بعد يعني شيء مستحيل أرجع للإدارة وأرشح للإدارة أبدا نهائيا. ليش مستحيل أستاذ علي؟ لأن أنا اليوم يعني ما أستاذ علي إذا تسمح لي. نعم. أستاذ علي إذا تسمح لي إذا تسمح لي تفضل. استقالة الهيئة الإدارية عفوا أنا متدخل ب يعني عمل أستاذ علي سالم. استقالة الهيئة الإدارية هل تصحح مسار الميناء؟ هل تنتهي مشكلة الميناء؟ استقالة اليوم قدموا راح تكون انتخابات يعني في وقت آخر. نعم. نفس الوجوه أعتقد راح تتكرر. أنا أقول لك ليش نفس الوجوه. أنت هسه جرتني إلى موضوع مهم وهو الأخ الأمين المالي طبعا بكل المنظمات الرياضية والاتحادات والأندية وغيرها يقول الأمين المالي دائما هو يكون حريص عليا من على واردات النادي. طبعا حريص على واردات النادي حتى لو الإدارة توافق يقدم طلب يقول اعترض. زين. ليش؟ لأن أحد المصادر المهمة اللي تعيش عليها الأندية وهي بدلات الاشتراك. زين. واضح؟ للأسف البعض اللي يردون يرشحون مرة ثانية يخلي بدل الاشتراك 5000 دينار حتى تكون بعض الهيئة العامة اللي صالح حتى يرشح ويفوز. صح ولا لا أستاذ ستار؟ صح. والجزئية المهمة صحيح. والجزئية العامة 500 كابتن أستاذ ستار العامة هسه والجزئية المهمة أنا هسه خلي يجي السيد الأمين المالي ويقابلني. نعم. يعرف من المجدد ومن الذي أنتما؟ من الأمين المالي؟ السيد نزار طه. أها. نعم. إيش قد عدد أعضاء الهيئة العامة؟ 500 وأكثر. من هم الهيئة العامة أستاذ علي؟ أنا أقول لك شلون طريقة أكثر الانتساب والاشتراك. شلون؟ لازم يقدم طلب للإدارة. طبعا. ولازم هذا الطلب نفسه يصير عليه ختم الإدارة ويكتبون عليه هذا شنو اختصاصه. واضح؟ إعلامي محب جماهير صح ولا لا؟ إداري عامل حتى يعرفون شنو المهمة مالته. أرد أسأل أنا من هذا المنبر الأخ العزيز نزار طه من هم الهيئة العامة؟ شلون صاروا 550؟ مثل ما ذكر الأستاذ الفاضل ضياء حسين قال ألف لا احنا نريدها 100 بس هيئة عامة صاحبة قرار الإدارة إذا تتجاوز على القانون يقول لهم اطلعوا انتم تجاوزتوا على المادة الفلانية. شنو المشكلة إذا صار كم نوع بنفس الأستاذ علي اليوم وأنت 100 سيطر عليها أي واحد 200 سيطر عليها أي شخص حتى نعيش بإدارة نموذجية لازم اكو شخص يمثل الإعلام الرياضي بالإدارة ولازم اكو شخص يمثل الجماهير بالإدارة وقانوني والقانوني لا أخاف نقول أنه علي طالب زين ولا وبقية الألعاب الرياضية حتى أبو الجماهير يمثل الجماهير بالإدارة يقول لهم هذا اللي صار اليوم يكون صوتهم صح ولا لا؟ طبعا كذلك الإعلام الرياضي مثل أستاذ ستار أو أستاذ جلال أو أي شخص أو أستاذ طارق واضح؟ قبل هذه الخطوات كلها أستاذ ستار الخطوات القانونية اللي تحدث بها أستاذ علي إرادة القلوب تصافة إرادة إرادة حقيقية للإصلاح وتغيير وضع النادي ما تصافة ذني ما جاي نشوفهن صعب تصاف صعب صعب كابتن عليك صعب تصاف القلوب يعني الميناء اليوم مثل ما ذكر كابتن علي طالب يعني الكراهية ترى كلمة قاسية جدا لكن هذا ما موجود هو في 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 نادي الميناء الهيئة العامة كيف وصلت الهيئة العامة إلى 500 من أتى بها أو لا كانت الهيئة العامة كانت أقل من 300 إضيفة إلى أكثر من 200 من أتى بها أو لا ما هي نوعية هؤلاء؟ لماذا؟ يعني هاي التساؤلات يجب أن تطرح كرة القدم نسبتهم بالهيئة العامة شقد والألعاب الأخرى شقد هاي كلها يعني يجب أن تطرح وبالتالي زين دور أبناء النادي يعني وين بتقريب وجهات النظر؟ أعتقد ما تنحل مشكلة نجوم البصرة وين نجوم البصرة أمثال الكابتن محمد وهم أبناء هم أبناء النادي أمثال الكابتن صبيح نحتاج حقيقة أمثال الكابتن أكرم عبد الواحد وكثيرين من الرياضيين الذي خدموا الكرة البصرية